احنا عارفين وشايفين ومحدش فينا راح مصلحة حكومية في الفترة الأخيرة إلا ولمس التغييرات اللي بتحصل وسرعتها، لأنه زمان كان أقصى أحلامنا بس أنه الموظف بس يبقى فاضي يرد علينا وأنه يتكلم بطريقة كويسة بصراحة يعني. لكن دلوقتي كل ما كانت كل الخدمات المقدمة أو الحكومية بيسهل علينا وعلى الموظف الزهقان ده، يعني بنحسن من أداء الموظف وبنحسن كمان من الخدمة المقدمة. وزارة الكهرباء واحدة من الوزارات اللي بتحرك بسرعة جدا في هذا الملف تحديدا، واللي بتوعدنا أنه بحلول 2023 اللي هو كمان 11 شهر كهرباء هتبقى ذكية بنسبة 100%. يعني إيه؟ يعني وزارة الكهرباء بتقول أنه عصر الفواتير المطبوعة والراجل اللي بيخبط علينا ونتصدم من الرقم دي هينتهي تماما، هتستبدل كل فواتير الكهرباء بفواتير إلكترونية. وبحسب تصريحات الوزارة أنه البرامج الحديثة في منظومة الفواتير ومنظومة التحصيل كلها تم إطلاقها بالفعل وهيتم استكمالها على مدار السنة. طبعا احنا عارفين انه اي حد فينا دلوقتي كل العدادات القديمه بتنتهي صلاحيتها وبتبقى فيه العدادات الالكترونيه. التطبيقات الدفع الالكتروني اللي الدوله بتتحرك بشكل كبير جدا انه الدفع كله يحصل الكترونيا، ما بقاش فيه فلوس رايحه وجايه ما بين المواطنين والحكومه، ده يساعد كتير جدا في انك حتى تتحكم في انفاقك. ده اللي احنا فاهمينه، لكن التفاصيل عند دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحيات متابعيني الكرام يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. دكتور احنا فاكرين كده ومتخيلين انه كل ما العدادات الجديدة دي نسبتها تزيد ان احنا بندفع اكتر. صح، ولكن وزارة الكهرباء دايما تقول لنا لا ده انت هتتحكم في الفاتورة بتاعتك. فهمنا الفرق يا دكتور. هو طبعا زي ما حضرتك اشرتي العدادات اللي هي الجديده اللي هي الذكيه والمتطوره بانواعها كلها، يعني احنا عندنا دلوقتي عدادات اللي هي اللي بالكارت اللي مسبوقه الدفع وعدادات ذكيه. يمكن العدادات اللي هي مسبوقه الدفع هو دوت يعني الاعداد بتاعتها اكتر بكتير من اللي هي الذكيه، ولكن الاثنين يعني برضو لو اطلقنا لفظ ذكيه الاثنين يعني بطريقه مميكنه وبطريقه الكترونيه. العدادات اللي هي اللي بنتكلم عليها اللي هي مسبوقه الدفع، يمكن احنا ركبنا دلوقتي في يعني في الشبكه حوالي 12 مليون او اكثر من 12 مليون عداد مسبوق الدفع. يعني العدادات مسبوقة الدفع الميزة الأساسية اللي فيها زي ما حضرتك أشرتي هي بتبين أول بأول للمواطن هو وصل لأن شريحة، استهلك كم كيلو، سحب قد إيه من الفلوس. طريقة الحساب بتبقى مبرمجة داخل العداد، وبالتالي أول حاجة ما فيهاش تدخل العنصر البشري. أيوة. لما أنا ألاقي قدامي أول بأول أنا واصل لغاية فين من استهلاك الكهرباء، أبدأ إن أنا حسب ميزانيتي أبدأ أقلل الاستهلاك بتاعي، أبدأ أتحكم فيه، وهو ده الغرض الأساسي، إن هو أول حاجة يبقى المواطن مطمن إن أو مطمئن إن ده فعلاً هو بيدفع مقابل الاستهلاك الحقيقي بتاعه، مفيش زيادة أو نقصان، وفي نفس الوقت شركات الكهرباء بتاخد المقابل برضو الـ بتاع الاستهلاك اللي موجود. وعايز أقول لحضرتك إن إحنا يعني حتى العادات اللي هي مسبوقة الدفع يمكن برضو بنطور فيها برضو الآليات بتاعتها بتاعة شحن الكروت. بالظبط. دلوقتي حاليا ممكن الشحن الكارت ده من خلال المنافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة المتعددة اللي موجودة، بالإضافة إلى كمان شحن أونلاين بقى. شحن اونلاين عشان الناس الكهرباء بتقطع عليهم بالليل. لا هو طبعا هو برضو النقطه برضو نوجه نظر الناس ان هو العداد ما بيفصلش بالليل، في اوقات بنسميها اوقات صديقه لو الشحن خلص بالليل او في العطلات ما بيفصلش التيار الكهربي. هاي. بيستمر لغايه لما يبقى فيه الشحن، ولكن دلوقتي بقى من خلال التطبيقات بتنزل على التليفونات اللي هي الذكيه ممكن من خلالها ان هو يشحن العداد ويتابع الاستهلاك بتاعه. عايز اقول لحضرتك برضو يمكن برضو ما احنا ما نسيناش وما سبناش العدادات اللي هي التقليديه اللي هي بالفواتير اللي حضرتك اشرتي عليها في الاول. دلوقتي بقى في برنامج قراءه الموحد اللي بيلزم اللي بياخد القرايه
لازم ياخد صوره للعداد علشان يوثق الاستهلاك بتاعه. مفيش فاتوره بتصدر دلوقتي الا لما تكون موثقه بصوره. والحاجه الاضافيه دلوقتي ان كمان الدفع، يعني هو حاليا ممكن دفع قيمه الفواتير من خلال منافذ دفع الكتروني. في كود مكتوب على الفاتوره اسمه كود السداد الالكتروني، من خلاله ممكن هو يستعلم على الفاتوره يدفعها. ان شاء الله في خلال هذا العام حتى المحصل هيبقى معاه اجهزه بحيث ان هو ممكن يدفع بقى بالكروت اللي هي الاي تي ام، بالفيزا كارد، حتى لو معاه فلوس نقديه بيديها له، وبعد كده هو بيطلع زي ايصال باستلام النقديه، وبالتالي يبقى الموضوع دقيق وسريع كمان. طيب انا هسال حضرتك السؤال المزمن اللي كل الناس بتساله، وتحديدا تزامنا مع الأخبار العظيمة عن زيادة قدرة مصر على إنتاج الطاقة وتحديدا الكهرباء. إمتى ترخص الكهرباء؟ يعني هل ده وارد؟ هل ده في المنظومة؟ إحنا قادرين نفهم أنه دلوقتي كل الإجراءات المتخذة عشان تنظم الاستهلاك، لكن بعض الناس بتقول لا، الكهرباء غالية، من السلع الحكومية الغالية. إمتى ترخص؟ هل ده وارد أنه يحصل، ولا على الأقل نتوقع ثبات في التسعيرة لفترة طويلة؟ هو في اجراءات من ناحيتنا احنا، ويعني وفي اجراءات هي بتبقى المفروض على كمواطنين، يعني علينا احنا، اقصد على الكهرباء، وعلى المواطنين كمان بيبقى في برضه عامل. المواطنين هو زي ما احنا قلنا المتابعه والتحكم في الاستهلاك وترشيد الاستهلاك، هو دوت اللي ممكن هو يطلع فاتوره تكون في يعني حسب الميزانيه اللي متاحه للمواطن. من ناحيه الكهرباء احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان معظم التكلفه بتبقى جايه من الوقود او استهلاك الوقود، حوالي 65 أو 70%، بالاضافه الى بعض الاستثمارات الثانيه. الحاجات دي كلها احنا قعدنا فتره طويله جدا كان في يعني فارق كبير ما بين سعر التكلفه وسعر البيع. هو ده اللي احنا بنحاول يعني بطريقه تدريجيه وطبقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس في ان هي تكون التحرك يكون واضح ويكون قليل علشان ما يبقاش فيها عبء اكتر، مع الاخذ في الاعتبار ان يبقى فيها زي دعم تبادلي للفئات يعني الدخل او بالزبط. الاقل استهلاك انما وارد جدا بعد كده هو يبقى قيمه التكلفه اللي موجوده، احنا شغالين على ان احنا نقلل الاستهلاك اللي موجود، بنستعين بمصادر تكون اقل تكلفه، كل الحاجات دي كلها اكيد حت يعني. وانا شايفه انه في تشجيع كمان على المواطنين انهم اللي يقدر يعمل محطات الطاقه الشمسيه المنزليه، كمان في تشجيع كبير على ده. مظبوط جدا، مظبوط جدا، وده من ضمن اتجاهات الدوله ان احنا بنشجع جدا، وفي ناس فعلا بتركب خلايا شمسيه وده بيقلل من قيمه الفاتوره الموجوده، وبيبقى في نظام عداد اسمه صرف القياس، بحيث ان لو مواطن بينتج كهرباء من الخلايا الشمسيه هو بيضخها في الشبكه بيتحاسب عليها بسعر اعلى شريحه. يعني هو كانه بيبيع، سمعت المصطلح بتاعنا ببيع كهرباء للحكومه، يعني لو بعمل كده وبيقلل طبعا من الاستهلاك بتاعه اللي هو بياخده طبعاً. بيبقى فيه مقاصه ما بين الاثنين، وبالتالي بيقلل التكلفه بتاعتها. مظبوط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه.